لوبي أفضل طاهية في غابة السعادة والفرح، تعد اليوم طبقاً جديداً. الكعك يكاد يجهز. رائحته شهية. لا 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 لا. كل أصدقائي سيحبونه. واو، يبدو لذيذاً جداً. حقاً؟ لم أتناول قط حلوى بهذه الروعة. لوبي، أنت الأفضل. والآن سأتناول القليل. إنها مالحة، أظنني وضعت فيها ملحاً كثيراً. لوبي، لا، ماذا سأفعل؟ إذا تناوله أصدقائي سوف... مالحة جداً. لم أتناول قط حلوى كهذه في حياتي. قليل من الماء. أنا مدخم الآن، شكراً. قلقت لوبي من أن يزعجها أصدقاؤها. لوبي، ماذا سأفعل؟ هل خرجت؟ أظن أن لوبي ليست في المنزل. ظننت أنني سمعت شيئاً. لننتظر في الداخل. أظن أنها تعد الكعك. الكعك؟ أنا أتوق إلى ذلك. أنا أحب الكعك. أظن أني سمعت أحدهم يعطس. قريباً. أريد القليل من الكعك. ما الخطأ؟ ماذا؟ لوبي، ماذا؟ لقد وجدوني، ماذا سأفعل؟ حسناً. لوبي، هل أنت هنا؟ مهلا، لحظة. انتظروا. ها أنتم هنا. ماذا تفعلين هنا لوبي؟ لا شيء. ما هذا الطبق؟ هذا لأتسلى، لأتسلى فقط. كنت عطشة. لوبي. نعم. أريد بعض الكعك الذي أعددته اليوم. الكعك؟ لوبي. حسناً. خبزت لوبي الكعكة لأصدقائها. لوبي، ألن تتناول الكعك؟ لست جائعة الآن. هل طعمه غريب؟ أجل لوبي، لم أتناول قط حلوى بهذه الروعة. أجل، إنه كذلك. أخبريني لوبي، كيف صنعت هذا الكعك اللذيذ؟ لوبي، أنت عبقرية في صنع الكعك. نعم، أنت محب. أيتها الطاهية البارعة، نرجو أن تعدي لنا الكثير من الأطباق الشهية في المستقبل.